مدينة زويل أعتقد أنها عبارة عن الأمل للناس البسيطة في مصر كلها والأولادنا المتفوقين، أنه فرصة تعليم على المستوى العالمي بدون ما يدفع أي شيء. يعني مدينة زويل بتعتمد اعتماد كلي على التفوق كمقياس وحيد فقط للقبول فيها، ولإعطاء الفرصة لكل الأجيال اللي طالعة دي إن شاء الله. التطور القادم والقريب إنه مدينة زويل هتبقى عبارة عن مكان هو ينتج التكنولوجيا الحديثة كلها، ويعمل العلاقة ما بين الشركات الوطنية وما بين التنمية في مصر، ولذلك هتعمل نقلة نوعية. كان عندنا مؤتمر دولي الأسبوع الماضي، وعلماء العالم المتميزين من كبار العلماء في مجال الرياضيات أول ما شافوا المستوى بتاع الطلاب مدينة زويل، شافوا المناهج اللي بتدرس في مدينة زويل، حسوا أنه مدينة زويل ده عبارة عن معجزة على أرض مصرية. اللي بيحصل ده بيثبت أنه لا، مصر فيها حاجات كتيرة جدا حلوة، ومصر ممكن تنطلق، بس المهم أن احنا نثق في نفسنا. وأكدوا كمان أنه الإعلام بيظلم مصر، لأنه هو بيصدر بس الفكرة عن أن احنا عندنا مشاكل بس، وأنه احنا المستوى الاقتصادي بينزل، ما بيركزش أبدا على الجوانب الإيجابية اللي موجودة وهي كتيرة جدا. الناس لما زاروا الآثار في مصر، مشوا في الشوارع في مصر، حسوا لأ، مصر حلوة، ومصر لازم الصورة الجميلة دي تطلع، والإعلام يركز عليها أكتر من التركيز على السلبيات. مصر فيها خيرة العقول في العالم، مصر بلد فيها إمكانيات كتيرة جدا، والدليل مدينة زويل. مدينة زويل في خلال 3 سنين طلعت أرقام قياسية على مستوى العالم، طلاب دخلوا مسابقات دولية وخدوا ترتيب أعلى من طلاب اللي حاصلين على الدكتوراه والماجستير. من خلال المسابقات اللي بتحصل، من خلال المؤتمرات اللي بتحصل، لا ده بنقول مصر فيها إمكانيات، وعندنا طاقات ممكن تحول مصر إلى سنغافورة قريبا جدا، بس المهم إنه يكون عندنا إحنا الثقة في نفسنا، ونقدر نستغل الإمكانيات بتاعنا بالاتجاه الصحيح. الرسالة اللي بوجهها للرئيس، أنا بقول إن إحنا عندنا في مصر كنز لسه ما حدش استخدمه. عندنا 120,000 باحث في مصر. ال120,000 باحث ممكن لو توجهناهم توجيه صحيح عن طريق النشر العلمي وعن طريق عمل مجلات دولية، يكون عندنا دخل أكتر من السياحة، عندنا دخل أكتر من أي إنتاج ممكن نفكر فيه. المهم إن إحنا عايزين توجيه ليس إلا، مش عايزين لا إمكانيات مادية ولا عايزين أي ريسورسز خالص، غير بس توجيه إن إحنا نحول النشر العلمي واقتصاد المعرفة إلا مشروع قومي، ليس إلا في خلال 2 سنين إحنا مصر ممكن الباحثين المصريين في مختلف الجامعات المصرية يدخلوا لمصر أكتر من السياحة بأضعاف. مدينة زويل فيها حاجات كتيرة مهمة جدا مختلفة عن المعروف على يعني عالميا مستوى الجامعات أو كده، إن هي مش جامعة بس، هي في الوسط من المدينة كلها الجامعة اللي بتتخرج الطلبة بتوعنا اللي هم ليهم تخصصات في العلوم وفي تخصصات في الهندسة، في 4 تخصصات في العلوم وعندنا 4 تخصصات في الهندسة. إنما كمان بجانب الجامعة في مراكز البحثية اللي إحنا واقفين في واحد منهم، مركز علوم المواد، وكمان بعد الكلام ده كله في مركز طلعت حرب للدراسات الاستراتيجية، وعندنا كمان هرم التكنولوجيا اللي بيه إن شاء الله هنقدر نوصل مخرجات البحث العلمي اللي في المدينة وفي المراكز البحثية للسوق المصري إن شاء الله. كل يوم في حاجة جديدة أحسن من اللي قبله، مع في صعوبات بسيطة يعني في البحث من ناحية استيراد المواد أو توفير البيئة ملائمة للطلبة والأجهزة والحاجات دي، لكن الحمد لله في السنين اللي فاتت إحنا بقالنا شغالين بس يمكن 4 سنين قدرنا فعلا الحمد لله نجمع كل اللي بنحتاجه، ان احنا حاليا بنطلع ابحاث علميه الحمد لله على مستوى عالمي. يعني عندنا في كذا اتجاه، يعني ان كان للطلبه بتوعنا اللي هم لسه قبل ما ياخدوا البكالوريوس، احنا حتى عندنا بنساعدهم وبيدخلوا معانا المعامل حتى في المراكز البحثيه بعد سنه اولى، ممكن بعد ما يكون خد مثلا حاجات بسيطه علميا قدر يستفيد منها ويبتدي يطبقها معايا في البحث. ومعانا ناس نشروا ابحاث في الحاجات دي، طلبه من الجامعه لسه حتى ما اتخرجوش نشروا معانا في الفريق البحثي وفي ناس بقى بعد ما يتخرجوا زي الطلبه حضراتكم شايفينهم معانا، دول طلبه الدكتوراه والماجستير، دول برضو بيشتغلوا معانا في الابحاث وبننشر الحمد لله في اماكن ممتازه جدا. يعني العلم اساسي علشان يسهل حياتنا اليوميه على اقل ما فيها، يعني من ناحيه ان احنا حتى لو ما نوصل لابتكار معين او اكتشاف معين له مثلا تطبيقات في مجال الطاقه، في مجال استخدام الطاقه الشمسيه تحويلها لوقود مثلا زي الهيدروجين وكده، الحاجات اللي احنا شغالين فيها دي ليها يعني تاثير مهم جدا على الاقتصاد. بس يعني نصبر شويه بسيطه لان هو ما بيبقاش في سنه او اتنين، البحث العلمي بيبقى له يعني استثمار طويل الامد شويه، لكن المفعول بتاعه الاساسي جدا، والا كانش الدنيا كلها حوالينا كانت تهتم بالبحث العلمي بالشكل ده. يعني بقالي حوالي سنه ونص هنا بنعمل ابحاث. احنا هنا بنتعامل مع بنصنع بوليميرز. البوليميرز دي المفروض انها بتفصل الغازات زي ثاني اكسيد الكربون، ودي بتبقى اكترها للتلوث، وبنحول الغازات اللي طالعه بنستخدمها ايضا في تحويل ثاني اكسيد الكربون لغازات ينفع استخدامها في التصنيع. واحنا هنا بنعمل المشاريع ساعات بتبقى مع بالاشتراك مع جامعات اخرى او دكاتره اخرين، وفي نفس الوقت بننشر في مجلات عالميه المشاريع دي عشان غيرنا يستفاد بيها ويطورها. اكتر شغلي على ان انا بصنع البوليمرز المختلفة عشان ندخلها في مشاريع مختلفة، منها الغازات زي ما قلت لك، ومنها ان احنا بندخلها في إلكترو كامستري بالاشتراك هنا مع زمايلي. يعني تعالوا قدموا، هم بيبقوا شايفين من جوه الانترفيو بيبقى عارف، بيبقى شايف ان فيك بوتنشال ان انت تطلع حاجه كويسه، هتيجي وهتلاقي نفسك بتتطور. في الاول هتحس انه لا انا يعني قدامي شويه، بس لا ده طبيعي جدا، ما فيش حد بيتولد عنده كل حاجه، فيجي وهيتعلم كتير. حتى لو ممكن يجي في الاول فولنتير لفتره يشوف حتى هو هيبقى انترستد في ايه، لان انت لما بتبقى لسه خريج جديد ممكن تبقى انت حابب الابحاث، لكن لسه انت مش عارف ممكن تساعد في ايه او تعرف تشتغل في ايه او انت شاطر في ايه. فيعني في بوتنشال. ممكن احنا بس دايما بنبص لبره انه الناس سابقانا قوي، بس بدايه يعني نمشي في اول خطوه علشان نبقى زيهم. وناس كتيره قوي من اللي هنا سافروا، ناس كتيره قوي من اللي هنا نشروا في مجلات عالميه نشر فيها دكاتره كبار، ففي امل، لسه في امل. جامعة زويل أنا أكتر حاجة كانت عجباني فيها في إن تركيزها المطلوب على البيزك ساينسز أو العلوم الأساسية. ده مش موجود في الجامعات اللي بره أغلبها، إن دايما بيركزوا على التخصص. يعني مثلا يبقى هو كلية صيدلة فخلاص أنا هعلمه إزاي يبقى صيدلي وخلاص، لكن إحنا هنا مركزين على البيزك ساينسز جدا، وده لاحظته أول ما جيت. يعني أول مرة أدرس هنا من حوالي 3 أسابيع، لاحظت إن الطلبة متأسسين كويس قوي في الماثماتكس وفي الكيمستري وفي الفيزكس، وده انا اظن شخصيا ان مستحيل حد يقدر يتفوق في اي مجال سواء كان بحث او اكاديميا من غير ما يكون متاسس كويس في البيزك ساينس. فدي تعتبر من افضل الحاجات اللي انا لاحظتها هنا في الجامعه. فزائد الحاجه الثانيه ان هم مخالفين القالب الطبيعي المصري اللي احنا متعودين عليه، اللي هو بص يا ابني انت خرجت من ثانويه عامه في عندك طب وفي صيدله وفي هندسه الى اخره. لا، تلاقي هنا مثلا حاجه اسمها بايو ميديكال ساينسز، احنا مش متعودين على الكلمه دي. ايه بايو ميديكال ساينسز؟ في حد يتخرج يقول لك انا عايز اخش بايو ميديكال ساينسز؟ دي موجوده بره، موجوده في كل حته، لكن الثقافه دي مش موجوده عندنا في مصر. انا تخيلت اول ما اجي ان انا لما اخش بايو ميديكال ساينسز مش هلاقي حد، مفيش حد هيخش الحاجات دي، لكن لقيت ناس موجوده وناس ما شاء الله متفوقين جدا، وهيتخرجوا بعد كده وهيكسروا القالب اللي احنا متعودين عليه ان لازم تخش طب وصيدله وعشان بابا قال لك كده وتبقى دكتور وتلبس البلطو. لا، الموضوع مش كده خالص. فانا شايف ان جامعه زويل ان شاء الله لو دي الاستراتيجي او ده الفكر العام السيد فيها ان شاء الله هتعمل قفزه كبيره جدا في مصر. وانا هنا بدرس بكالوريوس هندسه في هندسه نانو. استفدت ازاي من دراستي؟ الدراسه هنا يعني الميزه ان انا دخلت هنا مدينه زويل ان هي يعني مش بس بتديك اللي هو التعليم، انت طبعا انت معاك ستاف دكاتره كويس جدا بيدرسك، معاك معامل كويسه جدا، بس كمان يعني من الحاجات الكويسه جدا انها عامله بيئه كويسه مع الطلبه، طلبه كويسين جدا، بيئه بتحمسك، بيئه طلبه كلهم بيشجعوك، يعني مجتمع علمي صغير كويس يعني بيعلمك. فدي كانت الحاجة الأساسية أنا استفدتها من مدينة زويل، يعني أنا زمايلي اللي حواليا وكده دول دايما بيشجعوني لقدام. يعني بنصح الشباب ده إن هو يحاول إنه يعني يشتغل فرديا على نفسه. حاليا العلم ده يعني بقى متاح دايما على وسائل النت، مثلا كورسات الجامعات الكبيره جدا كلها بتطرح الكورسات بتاعتها دي على النت مجانا، اي حد ممكن يتعلمها. الكتب برده ممكن تتحصل عليها، فانت يعني يبدا يشتغل هو من نفسه ويحمس نفسه، يعني ماشي حتى لو الموارد قليله هو يبدا يحاول يستغلها باقصى قدر ممكن، يعني ان هو بحيث ان هو يحضر مثلا كورسات على النت دي، يقرا الكتب، يدور على فرص مثلا منح، حاجات زي كده، يبدا يراسل مثلا الدكاتره سواء جوه مصر او بره مصر ان هو يشتغل معاهم مثلا في ابحاث هكذا، يحاول ان هو ينمي نفسه باستمرار، يعني بدل ما يبدا يعني بس ان هو يقول انا محبط مفيش موارد مثلا، مفيش الدراسه في الجامعه سيئه كذا كذا كذا، لان في النهايه يعني انت جزء كبير جدا من تعليمك انت مسؤول عنه. يعني حاليا تعتبر طبعا من احسن الجامعات في مصر، يمكن برضو من الجامعات الكبيره جدا في الوطن العربي، اعتقد مع الوقت انها توصل يعني تبقى من احسن الجامعات في الشرق الاوسط، وممكن تنافس مع دول العالم. يعني جامعه زويل برضو فيها مؤسسات بحثيه كويسه جدا، يعني فيها اجهزه كويسه، فيها دكاتره كويسين جدا، قدرت يعني انها تستقطب دكاتره من كذا مكان كويسين، فهي يعني كبداية هي بداية كويسة جدا يعني، وبإذن الله إنها تستمر. يعني هي مدينة زويل بمنتهى البساطة هي يعني مشروع نهضة مصر، مشروع مصر النهضة العلمية. بنعمل إيه؟ بنتعلم هنا، التعليم مستواه كويس جدا، الكورسز كويسة جدا، بتأهلني إن أنا يعني لما أطلع بره أقدر أعمل حاجة، بتديني بيس كويس جدا. هنا البحث العلمي على اعلى مستوى، يعني يمكن انا ما روحتش جامعات كتير بس هو اكيد هيبقى احسن من حاجات كتير قوي عندنا في مصر. عندنا المعامل ممكن اي حد يجي يشوفها، المعامل مؤهله كويس جدا، الاجهزه كويسه جدا على اعلى مستوى، الريسيرشرز نفسهم اللي بيدخلوا المعامل وبيأدوا اي اكسبيرمنتس وحاجات كلها بتبقى على اعلى مستوى. يعني طول ما زويل سيتي موجوده يعني اظن ان هو يعني في امل كبير جدا ان احنا نبقى حاجه كويسه في يوم من الايام، لان فعلا حاجات جديده وحاجات ماشيه مع الحاجات اللي دايما بتبقى متقدمه بره، يعني احنا مش متاخرين عن بره بكتير. تعالوا شوفوا مدينه زويل بمنتهى البساطه، يعني فعلا هيشوفوا حتى الناس بتشتغل، يعني حتى دلوقتي بس في لكتشرز فمفيش ناس كتير ماشيه، لكن عامه لا الناس تبقى رايحه جايه، والناس كلها الناس هنا هي اللي عايزه تشتغل، محدش هنا بيقول لك اعمل اعمل اعمل. احنا هنا احنا اللي كلنا فينا الانرجي دي، فينا الروح دي، احنا اللي عايزين نعمل حاجه احسن، احنا اللي عايزين مصر تبقى احسن.